ازيكم عاملين ايه؟ كتير منكم منشنولنا في الفيديو ده. منشنولنا فيه؟ على منشنولنا على بيمنشنولنا جوه الفيديو. منشنولنا في الفيديو ده. هم جابوا في الفيديو ده رايس بيبر بس حطوا جواه بقى ايه؟ الفكره حطوا جواه ايس كريم، يعني ايه؟ عملوا كده موتشي بس على السريع كده. موتشي. وبما ان الفكره كرييتيف فلازم لازم لازم انا ومسمس نجرب، فيلا بقى بينا نجرب. يلا بينا. وهنجيب الرايس بيبر. هناخد ورقه وهم بالله ميه وبعدين نقوم حاطينها ونحط بقى جوه الايس كريم. هنعمل كذا واحده وبطعم مختلف. بقى معانا الفيديو لحد الاخر. قبل ما نبتدي بعد كده هنجيب الايس كريم. فين الايس كريم؟ انا ما جبتش حاجه. حاجه ليه؟ كان هيسيح مني. هيسيح؟ اه. اروح انا اجيبه يا امس. افتح يا شمشي. وجبنا الايس كريم اللي هنجربه معاكم. دول طبعا ثلاث انواع. اوكي. ده فانيليا. اوكي. وهنجرب الرايس بيبر بنوع الفانيليا. قلنا كده الفانيليا هيكون لونها ابيض فهتلاقيه كده مع الرايس بيبر. واو. بقولنا كده بالمعلقه ونقوم عاملينها. بس جبت معلقه؟ لا. ما المعلقه هتسيح. واول حاجه هنعملها هي ان احنا نبل الرايس بيبر. دي ريسكيون. هجيب انا بقى المعلقه. وها موسى بلت الرايس بيبر هنحطه بقى في الطبق ده. ما جبنا البولة. البولة. الله. انت بتنزل ازاي بقى؟ اهي. مفيش جاذبية خالص. العبيطة. هنقفل بقى عليها. الحق العملية. حطي ده على الحتة دي. هنقلب دي على الوش. وده بقى شكلها. ادوق انا بقى. بجد طعمها جميل جدا. ورايس بيبر كده مدي طعم كده ستيكي في البق، تحسه كده بيندب مع الايس كريم. هو انت لسه ما بلعتيش؟ مش عارف ابلعه. عايزه ساعتين تردمي. جبنا تاني نوع ايس كريم وهو ايس كريم بطعم البقر. انا بقى هعمله المره دي. جربت في عز ما تحزن تنشف ورقها وتشكيلها، تنشف ضواحيها طيب ما تبدش فيها، ولا ليك صوره على الشط كانت على الشط ضواحيها. بتطلع وحطيناها هنا ودي بقى ايه؟ العكس. على الاخر. يا الحلاوه والطعامه والشقاوه. لا واو جايبها لهم اوريها لهم من جوه. الله. الايس كريم ده حبه اكتر من التاني بكتير، مع ان التاني فانيليا بقى وكده، بس انا حابب ده، في طعم الفانيليا اكتر من التاني معايا. تسعه من عشره. عشره. الفانيليا بتاعتها زي ده. الباقي ومعانا في النوع اللي قبل الاخير تقريبا عشان الميجا اللي في مصر. الشوكولاته بتاعتها تخرم الرايس بيبر. بتخرم كده؟ مايا؟ لا. ده مش ماشي مع لبسي وبيمسك في حلقي. الناس بيضايقني، اخش اجيب حاجه وامشي هحط ايدي على بوقي. وده شكلها. وريهم شكلهم من الحته الحلوه. ايوه بص. مفيش حته حلوه. انا بقى بسم الله. جامده. نص يا مهند. يا جماعه صحيحه. نص يا مهند. دخلت القبلية منك ويا. صحيح يا مهند. 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 بس هسمعكم حاجة. اسكت. ما تنضخش. الله. أحلى واحدة بقى ما بين دول كلهم. دي تكسب بجدارة. آخر نوع معانا يا شباب. آخر نوع معانا. هو الشوكوليتو. شوكوليتو. وهنجيب بولة من آيس كريم. واو. رهيب. الصراحة دي أقل واحدة فيهم وما عجبتنيش خالص. الشوكليت مش لايق مع الرايس بيبر، مش لايق مع الستيك بتاعته، مفيش حاجة أي أصلا أي حاجة ليا. وتقييمي للأصلا الميكس بتاع الرايس بيبر مع الأيس كريم الصراحة 7/10. يعني لو أنا مهند ما أحبش أجربه تاني. بالأندومي الكوري أحلى منه بكتير. 8/10. فرقت إيه؟ لا هقيمها 9/10. 10/10. وحطوا لنا ايموجي اي حاجه حبينا نحطها جوه الرايس بيبر. وده تحدي معاكم ان احنا نحط اي حاجه تكتبوها. والنبي يا فاوشي وحياتك يا فاوشي تتيني فوش. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلتوا انتوا كمان لحد هنا ما تنسوش الفولو واللايك وبس كده. سلام.